نهضي إلا راكبا فوق يحره يصحي 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 نهضي إلا يلا مع الأول مع أبو كساب يلا علف يلا أخال بصفاء يلا الشباب شاركونا بالدبكة وأهلا وسهلا بالجميع أهلا وسهلا بالجميع حياكم الله هلا. نرجو المشاركة يا أخوان أبو كساب راكب الفوق يحره يصحي نهضي إلا راكب الفوق يحره يصحي نهضي إلا هلا هلا أحلى أبو العبد نعم إي راكب الفوق يحره يصحي نهضي إلا راكب الفوق يحره يصحي نهضي إلا من شي واحد شمر حي ركابه 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 ابو كسام ها ونجاك بيت يصير خطير وقيلة شليلك نابت الحنة لنا نابت ها ونجاك بيت يصير خطير وقيلة شليلك نابت الحنة لنا نابت يصير خطير وقيل شاني لك نابت الحنة لينا نابت اهم وجعك موت يصير خطير وقيل شاني لك نابت الحنة لينا نابت يلا ابو كساب طوب ماشي هلا هلا اي نعم نعم يا حبيبي عايش الغالي محمد ابو سمرة العب الشباب اللي قاعدين على الكراسي مع عظيم الضيوف مشاركة بالدبكة أهلا وسهلا مشاركة أي يا جنيدي الله يلا حلقة مشاركة من الجميع مشاركة عينه نسمع طلعونا اخذ مع ابو كساب يلا حقهم مع عزيز بفوت رايا محمد يا ابو تيسر ربي يغنيكم لا يا سلطان اجبرك اوى الدنيا مساء الله يمسيكم هيا يا محمد ربي يغنيكم الشباب اللي قاعدين على الكراسي اتفضلوا على الدبكة اهلا وسهلا سبيتونا مي يا ربي يزقيكو من مي الزمزم تترشحونا هاي ابو كسام اي تيم الزعبي والغالي ابو عدي عبد الله اهلا السخنة يا هلا بيهم اسم ابو تيسر برحب بيهم سخنا يا هلا بيهم بس ما بتصير برحب بيهم صوت ابو
وفرت امك جابت مليان. يلا يلا هي سوا سوا. الله 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 والله شعنا كبير عوضك يلا جهزي حالك اخوي اهلا وسهلا لجميع الحضور حياكم الله. تعال على الشباب يا عيني روح مع الاول روح مع الاول عريس الغالي محمد ابو سمرة الله يا عيني ابو كسر يا سلطان اي سلطان يلا حي عاش الاول هز يا حبيبي واحد ماشي مع ابو كسر المشاركة قول حتى هنا يا ويلي احيا ابو كسب قاضب على اول وفردش معذر من يدك حامول نعم يا ابو كسب قاضب على اول وفردش معذر من يدك حامول نعم يا حبيبي هو باسي يا علي العيد علي على الطاول يا ابو شمال بعطر ودهون على العيد علي على الطاول قبل السخنة احلى ما يكون الله هلا 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 نعم ابو كساب ابو كساب يا عيد يا علي ايه ابو كساب احد مع الاول بس ايوه اخواني نرجو من الجميع المشاركة اهل وسهلا بالجميع وحياكم الله